عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. المرة دي باش نحكيو على What Tattoo Artist Need. التطوير شنو يستحق في السيونس نتاعو باش تعاد السيونس نتاعو مرتاحة هيجينيكمون وتكنيكمون وكل شيء، يبدا مرتاح ويعرف كيف يتصرف مع لي برودوي نتاعو ويعرف شنو لازم بالضبط باش ما يصيرش حتى ريسك نتاع غلط، وبيان سور للمصلحة العامة اللي هو يبدا اللي يعمل في التطوير مرتاح والتطوير يبدا مرتاح. بيان سور أول حاجة باش يستحق لها التطوير هي لي جون معناها سيكوريتي اللي هو وسيكوريتي للي قدامه. فما برشا عباد يقول لك ما نحسش راهي مرتاح بلي جون، ألوغ كو كي تنجم معناها التطوير بيدو يتظرف فيها من بعد كي يمس دم ولا حاجة ويحك سوابع ولا يحك عينية ولا فازة تنجم تصير كونتاميناسيون، ولمصلحتكم أنتوما ماهوش باهي ومصلحة العباد اللي قدامكم ماهوش باهي. دونك سون ديسكسيون الجون حاجة أوبليغاتوار. دونك اول حاجه بيان سور حكينا عليها هي الجون، وديما نعاودها وديما نقول الجون راهي حاجه اوبليغاتوار. دونك ثاني حاجه لي برودوي نتاع لي ديزانفيكتون لي انتيسيبتيك، اللي فما فيديو ديجا يحكي على شنو هما اللي لازم وكيفاش يحضروا وكيفاش لي بريباراسيون تاعهم وشنو اللي داير وشنو هما لي ريسيت ديفيرون باش تغارونتي معناها سيونس باهيه. دونك بعد الجون بعد لي برودوي الاولانيين عندنا ليزولاسيون نتاع السيرفاس، معناها بالنسبه لي انا حرفيا مش نقولها تطوير راهو لازم يكون عنده صاحبه هذا هذا وظيفته. برشا عباد ثلاثة تحكي عليه يقول لك سيلوفان بابي سيلوفان ما عنده حتى علاقة بالبلوسكي معناه هيجينيك وكذا، مي بون حاجة ياسر امبورتون كون كي تحط حاجة اديزيف راهي تولي ايزولاسيون على الكونتاميناسيون، معناها على الطاولة اللي قاعد تخدم عليها على السيبور نتاع يديه على تابلو ترافاي نتاعك تحط سيلوفان كي تطش كل شيء بعد تلم طيش في البوبيل على برشا حاجات. دونك السيلوفان ياسر ياسر امبورتون حسب ما راينا بيان سور، واللي عنده انفورماسيون اخرى باش نقولو من بعد. دونك عندنا مع السيلوفان زادا عندنا اهم حاجه اللي هي المكان اللي باش نخدمو بها، وفما فيديو ديجا هبطو يحكي على الماكينات معناها شنو هما الفرق بين الماكينات وكيفاش تستعمل ماكيناتك وشنو هما انواع الماكينات والليتيزاسيون تاعهم الى اخره. دونك عندنا الماكينه نتاع التتواج نتاعنا اللي تكون جو نوت بيان اللي تكون نظيفة. دونك عندنا ستيلوات سبيسيال كيما هذوما معناها يبداو اوتوريزي باش يخدموا على الجلد. شنو الفرق بينهم هذوما وما بين ستيلوات عاديين؟ باغ اكزومبل يقول قايل هذوما ستيلوات وهذا ستيلو ما فما حتى فرق، معناها فيزوالمون فما حتى فرق، هذا ستيلو يكتب هذا ستيلو يكتب دونك خصوصا يقضي شهور. ستيلوات هذوما راهم مصنوعين سبيسيالمون لي زوبيراسيون استيتيك. شنو معناها وشنو الفرق؟ في لي زوبيراسيون استيتيك باش نبداو باش نعملو انجيكسيون من برا لداخل، معناها عن اركو ايتونجي كيف ديباسي ليبيديرم باش يتعادل لداخل. دونك لازم الماتير اللي في الوسط واللي محطوطه فوق السيرفاس ديجا نظيفه يلزمها تكون اوتوريزي باش تتعادل الجلد. دونك هذاك علاش انا واحد من الناس ديما نقول استعملوا سيلويت يبداو فيهم اوتوريزاسيون باش يكون تكتيف الجلد، على خاطر في سيلويت اخرين تلقى برودوي شيميك خايب ويقلق وقت اللي تصير لانجيكسيون نتاعو معناها يتعدى مع جملة الحاجات اللي تعدى وسط الدم نجم يعمل بعض رياكسيون الرجيك. معناها فيت في تنجم تيماجيني كون سيونس تاتواج الكل امور 5 كل شيء ستيلي كل شيء نضيف ستيلو سافا با يعمل كونتاميناسيون ويعمل انفلاماسيون ولا يعمل الرجي ولا يعمل اي حاجه. دونك بور ايفيتي تو سا عندنا ستيلويت سبيسيالمون معمولين للحاجه. دونك من بعد الماكينه لي جون ستيلويت نتعداو البارتي ياسر امبورتونت اللي هي اليوتيوب. اليوتيوب هذوما الليان ما بين الباري والماكينه ويد التطوير. شنو معناها هذوما يركبوا في الماكينه نتاعك هما اللي باش يتعدى في وسطهم الكوي باش تنجم تصير الاوبيراسيون نتاع التطوير. بالنسبه لليوتيوب من المستحسن يكون نظاف والا جتابل والا ستيريل، ما فماش كاتريام سوليسيون ما فماش. دونك التيوب نتاع التتواج حاجه ياسر اوبليغاتوار ولازمه باش معناها باش تعمل السيونس نتاعك في احسن ايتا. من المستحسن بدا يكون نظيف ويكون جديد ساعات خاطر يتهلكوا شويه دونك يتبدلوا. التيوب نتاع التتواج معناها ياسر امبورتون ومادابيا ديما نقولها ونعاود مادابيا يكون نظيف. عندنا البوز اللي هو فما النوع هذا جوتابل هذوما اللي يركبوا في التيوب من قدام باش تعدى منهم الكوي معناها هذوما اللي كونتاكتيو. دونك هذوما ريسكي شويه نحطوهم فرد قدرهم والكوي ممكن حتى اكثر شويه. هذوما اللي كونتاكتيو الجلد هذوما اللي تتعدى منهم الكوي هذوما اللي يصير فيهم كونتاكت الكل. دونك فما النوع الاول اللي هو هكا يبدا ستيريل، فما النوع الثاني اللي هو يبدا هكا. دونك هذا النوع الثاني هذا ينضاف ويتحط في السيريليزاتور فما بروسيدور
واضحة إن شاء الله بشاطيكم الفيديو دونك فما بروسيدور واضحة واضحة كيفاش ينظف هذايا كيفاش نستعملوه باش تمشي الأمور الكل واضحة بيان سور هو التيوب نتاع التتواج دونك عندنا زادة ليزيكوي نتاع التتواج بامبورت قداش بتنيكوي نتاع التتواج احنا اليوم باش نحكي على واحدة برك نيسيسير في سيونس نتاع التتواج دونك ليزيكوي اللي هما يجيو هكا كاشتي فيهم الدات نتاعهم أمورهم واضحة نظاف ما يكونوش مسخين من برا أمورهم 5-5 دونك ليزيكوي بيان سور من غير ما نقول اللي هما حاجة ياسر بليغاتوار في سيونس تاتواج بيان سور عندنا ستابيليزاتور نتاع الكالك ولا ستابيليزاتور نتاع ستيل باش نصورو بيه باش في وسط السيونس نجمو نخدمو مرتاحين اللي هو فما أكثرية فما الماركة هاذيا معروفة على الآخر اللي هي ستانسل ستاف دونك فما زادة دي مارك أخرين أما حاجة زادة ياسر مهمة باش الكالك ما يضيعش معناها ما يبدا يخدم شوية بعد ما يلقاش ريبير يخدم عليه ماهوش باهي دونك الإيديال هو يستعمل ستانسل ستاف دونك عندنا لي زونتيسيتيك اللي هما هذوما دونك هذوما اللي نظفوا بهم في وسط السيونس لازمهم يكونوا حاضرين وموجودين وبيان سور فما فيديو باش يهبط باش نحكيكم عليهم كيفاش بالديتاي كيفاش لازمهم يكونوا عندنا لي غودات نتاعنا زاد اللي باش نحطوا فيهم لونكر باش لونكر ما نستعملوش منها الدبوزة ديريكت دونك فما دي غودات جو تابر زاد كيما هذوما دونك يجيو هكا صغار نحطوا فيهم لونكر نتاعنا بعد ما نكملو نطيشوهم هما لونكر اللي قاعد في وسطهم لونكر اللي قاعد في وسطهم كونتاميني دونك هذوما زاد ما يقلوش أهمية على طريقة الديتاي الكل ديما مستحسن نكملو نستعملوهم مرة واحدة برك بور ايفيتي أي ريسك نتاع أي كونتاميناسيون معناها ما تقولش راه خدمت بها فترة سي بون لازم نعاودها طول ما نعاود نخدم بها علاش نطيش في لونكر يا سيدي لونكر اللي يقعد لهنا الكل لازم يطيش وما فيهوش نقاش معناها في العالم الكل متعارف على الموضوع هذا معنا زاد حاجة ياسر مهمة اللي هي البوات ليمونتاسيون اللي هي باش تخرج الإلكتريسيتي للماشين وانت هذيك معناها بالبوات اللي مونتاسيون هذيك انت تحكم في الفيتيس تاع الماشين في الهيت نتاعها في البويسونس نتاعها في كل شيء نتاعها دونك هذه البوات اللي مونتاسيون بالنسبه لهم على جينيراسيون جديده معناها تبدا سمارت كل شيء بالفلس ما تسحقش حاجه تقليل بيان سور مغلفه على سيكيورتي وهذا الكابلاج نتاعها دونك لازم يكون مغلف باش حتى كي يصير كونتاكت ولا حاجه نحيي البلاستيك او الكابل نضيف نحط بلاستيك اخر ما عادش فما كونتاكت دونك وهذا المينيموم نتاع المدري اللي باش يستحقوا تطوير باش يعمل تطوير حتى ولو يكون صغير ان شاء الله المساج وصل ان شاء الله مفهوم الفيديو بيان سور فما برشا مدري اللي اخر فما برشا ديتاي اخرين ديتاي تكنيك اكثر ان شاء الله باش يعطي فيديو كبير معناه يحكي على شنو هو لازم في السباس الكل لي شيز لي موبل شنو هو الايديال لومير اتسيتيرا ان شاء الله ذاك يعطي بيانتو دونك مبدئيا نبداو بهذوما وان شاء الله زاد لي ريجل اللي قلتهم وكل شيء معناها يتم احترامهم باش تمشي الامور الكل مريقله معناها مصلحه التطوير الكل مصلحه العباد اللي تعمل في التطواج ومصلحه الناس الكل هذا الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله عجبكم وان شاء الله لا بروشين باي باي.